أداة باش يناقش كيفاش المؤسسات ترجع، كيفاش الحرية ترجع، كيفاش السكينة ترجع لأهالي المساجين السياسيين، كيفاش النشاط الحزبي يرجع، كيفاش اتحاد الشغل ينفض الغبار على نفسه ويرجع بالقيم. دو ما فماش هذا، وبالتالي كي تدعيني للنقاش تحبني نناقش معاك البيعة، ماك خديتها البيعة من عند من ناصرك، أنا مانيش مستعد باش نعطي البيعة، مش من باب يعني ما تتوقعش الكبرياء. انه ربما تقع بعض الانفراج باطلاق ولا بالتخفيف ولا بايجاد صيغه ربما لاخراج المساجين السياسيين الموجودين في المعتقلات؟ أنا ما معنى نشوفش. ما عندكش امل ربما انه السلطه باعتبار انه هذه المنده الثانيه واللي هي تقريبا هي المنده الاخيره حسب دستور 22 انه ربما تقع حالة هذا الملف والملفات السياسيه المطروحه؟ لا تدرك الأمور بالتمني. شخص هو كان يرجع، وأنا عندي شقيقي في الحبس توا عامين، والله لا يعرف علاش دخل ولا قداش ولا وقتاش يخرج ولا أحد يعلم، وأتساءل إذا كان قيس سعيد يعلم. أمور ماشية هكاك، نخبة سياسية، أساتذة جامعيين، زعماء سياسيين، ناس من أكبر مساجين في العالم، الشيخ راشد الغنوشي 83 سنة وهو في السجن والأحكام تتهاطل عليه، وين ماشيين بيها؟ باش نربحوا منها إلا العار. أنا نحشم باش يكون في بلدي من أقدم مساجين العالم. عليه؟ عليه؟ هذه ما ثماش في حتى عصر، ما نقولش في حتى مصر تقع في الأمصار، ولكن نحب نقول هالتمني هذا ما يبنيش العمل السياسي الواقعية، أن السلطة لا تفكر في ذلك ولا مؤشر، والناس اللي بالفتاشة يلوجوا فماش خلافات في السلطة، فماش خلافات، فما سلطة فرد يكون، ما كنت تقولوا حكم فردي، وش بيكم تقولوا بعد راي أجنحة شو يحكموا معه؟ برقيب يحكم مع حد؟ لا. بن علي يحكم مع حد؟ لا. قيس سعيد ما يحكم مع حد. كبار الوجوه نتاعو هذيك شو اسمها، نادي عكاشة، شرف الدين، كمال الفقيم، وهذا من الركايز، ولا مشي تمشي بجرة قلم. رؤساء الحكومات وينك؟ نجلة بودن وينو؟ سي الحشاني وينو؟ ما فما شيء، فما سلطة فرد. اوكي، اذا كان هذه تصلح بامه في اي مكان وفي اي زمان خليها. يعني هو ضعف من المجتمع مش قوه من السلطه. اذا كان فرد هو يحكم واستطاع ان ضعيفة الى اقصى درجه. انا شهدت الحقبات بتاع بورقيبه وبن علي وقيس سعيد وما بينهما تاع اضعف سلطه شفتها هي هذه، واستطاعت ان تسود على الجميع وتستمر ما دام الجميع مستسلم. ايش تحب تعمل؟ ما دام الناس قابله، فما لي عن قناعه وفما لي عن خوف، لكن الاغلبيه بتاع الناس مدوره ظهرها للواقع السياسي. حتى شيء هذا، لانه هذا كله متغير، ما هوش ثابت. شفنا هالسلطه اللي انا اعتبرتهم اقوى بكثير، شفناهم كيفاش انتهوا.